أهلا بكم إلى موجز الأخبار في دقيقة. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن روسيا تعرقل دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم في دوما. وزير الخارجية الروسي يقول إن الضربات الأمريكية تحل موسكو من أي التزام يمنعها من تسليم أنظمة S-300 الصاروخية لحليفها الأسد. قوات النظام السوري تقصف مسلحين من تنظيم داعش في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق. المقاومة اليمنية والتحالف العربي يسيطران على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي بعد هجوم مباغت على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مصرع شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي مع انطلاق تظاهرات الجمعة الرابعة من مسيرة العودة الكبرى. رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد على أهمية تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لحماية الحكام الذين يتعرضون للانتقاد.